اثنين كل واحدة تروح لآخرها. اثنين 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 ده آخرك في الجنب اليمين وآخرك في الشمال. ها طب ما تشد على اليمين شوية. ده آخرك فعلا؟ خليك زي ما انت. اثنين جامد؟ طيب على وصول اقف على الركبتين. هو اقف على الركبه؟ لا مش عارف. لو قلت لك من وسطك الشمال تعالى كده تقدر؟ انما اشرب ابقى ايوه ايوه قاعد بتحمل عليها؟ سلام ارخي 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 سيب شوف كده. لو خدت بالك هتلاقي ان انت محمل على الجنب ده اكتر من الجنب ده، لان ده السليم وده الضعيف. روح كده امشي بالوسط مش بكتفك، انت رايح بكتفك بوسطك مش قادر صح؟ طيب ما هو دي من ضمن المشاكل اللي عندي. اوكي تقدر تقعد على الكعب سنه كده وانت واقف، نزل رجلك بره، نزل رجلك التانية، اقف امسك ايدي اقعد اقعد لورا. اخرك فين بقى؟ ده اخرك فعلا. ها طيب حلو خليك زي ما انت. ده اخرك في الوعاء ده. جميل جدا خلاص. يلا دلوقتي هننام على ظهر الوش، هنعمل الجلسة بتاعتنا وبعدين نشوف بقى نقدر نقيم قد ايه بعد الجلسة. اوكي رايح. اخر كل واحدة عشان نعرف بجد. حلو الكلام. لا في ده حصل. اوكي.